زاوية تطوانية دان زهير نعيم هناك تنفيذ أظنه أبرهون في غفلة من الجميع في غفلة أظنه أبرهون العميد فرحة كبيرة الأنصار فرق مغرب تطبيق العميد أبرهون يوقع الأول أمام دهشة وحسرة وخيبة أمل لرشيد طوسي ارتقى فوق الجميع زاوية الأولى في المقابلة قلت كل المقابلة ربما لا تحتمل قسمة على اثنين أبرهون العميد فارح مسرور مذهول منتشر بهذا الهدف تطوان متقدمة بالرباط أمام جيش ملكي بهدف الثالث هنا الإعادة هنا الزاوية زهير نعيم كرة تتمنى دائرية ارتقى يعني برجل أمامية خدعة الزاوية الأولى بريمير بوتو ديال الحارس أنس نيتي 1-0 الحمامة البيضاء تحلق عاليا بمدينة الرباط ومتقدمة بهدف الثالث هدف بالتأكيد سيشعل فتيل هذه المقابلة أمام دهشة تقريبا 9000 من أنصار فرق الجيش الملكي 100 متفرج تطواني أمام تقريبا 9000 متفرج في زاوية هناك في التنفيذ زاوية عبد الرحيم الشاكر رأسية فرصة النادي عزيمي وقع التعادل تقريبا بنفس الطريقة ديال الهدف ديال المغرب التطواني عودة الهستيريا وعودة الدف وعودة الانتعاشة لأنصار فرق الجيش الملكي من كرة ثابتة جاء الحل هذه المرة الطائر الأيسر وكأن القدر يعني مشترك في هذه المقابلة مدافع هو الذي وقع التعادل كما كان شأن في هدف الصفق لفريق المغرب التطواني 8000 متفرج لهستيري أمامكم وراء مرمى الحارس أنس نيتي المقابلة تعود لنقطة الصفر يتنفس رشيد الطوسي يتنفس الصعداء أقول بأنه يحمل فوق كتفه فريق بمرجعية تاريخية يعني صراحة عودة الانتعاشة لكل مكونات ومحاية فريق الجيش الملكي على اعتبار أن المقابلة تلعب بجزئية صغيرة كرة تطوانية المدينة نعيم هذا زهير نعيم حول المرور هنا إعادة الهدف